تركيا حسمت أمرها وجددت الثقة في رجب طيب أردوغان. هل كانت هذه النتيجة متوقعة من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كانت النتيجة متوقعة، لكن قبل أن أبدأ أنا أحب أن أذكر أنني هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها على القناة الجزائرية. حلقة ضيفاً عزيزاً. نعم، بارك الله فيكم، وأحب أن أنوه عن عمق العلاقات الجزائرية التركية. صحيح. والعلاقات الشخصية بين فخامة الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس أردوغان. رئيس تبون طيبة. الذي كان من أوائل المهنئين. نعم. للرئيس نعم. أردوغان. نعم، هو كان فعلاً من أوائل المهنئين وتبعنا ذلك. نعم. حقيقة كانت النتيجة متوقعة لثلاث أسباب. السبب الأول قريب جدا منذ أسبوعين أن حزب الرئيس أردوغان وتحالفه حصل على الأغلبية البرلمانية بحوالي 54%، فهذه كانت إشارة إلى أن جولة الإعادة ستكون لصالح السيد الرئيس رئيس أردوغان. ولهذا المرشح الثالث سنان أوغان حينما أعلن عن دعمه للرئيس أردوغان قال الرئيس أردوغان حصل على الأغلبية البرلمانية وبالتالي لابد من الاستقرار في الدولة، أن تكون مؤسسة الرئاسة متناغمة مع مؤسسة التشريع مؤسسة البرلمان. فهذا هو السبب الأول القريب. السبب الثاني هو السبب المتوسط، وهو قوة التحالف الذي أنشأه الرئيس أردوغان مع حزب المهبي الحركة القومية، وهذا له 10% تقريبا من أصوات الجماهير، ثم الجبهة الأربكانية حزب رفاه من جديد وهي جبهة لها أكثر من 40 عاما أو أكثر تعمل في تركيا، وبالتالي كانت زخما له. ثم أنه اكتسب أيضا من الجانب الكردي حزبا قد يكون بسيطا ولكنه مثل بديلا للناخب الكردي الذي لا يحب أن يصوت للشعوب الديمقراطية.